مساء الخير، الله يسعد اوقاتكم يا غالين حبايبي متابعيني وين ما كنتوا. يا حلوين يا احلى حلوين، اليوم رح نحكي عن انواع البشره ونحاول نشرحها ونقول كيف انه كل بشره لها عنايه معينه ولها عنايه خاصه بشكل الماسكات اللي رح نقدمها لقدام. نعرف المناطق اللي لازم تتركز عليها، مثلا هذا البشرة دهنية، مثلا خنشوف البشرة الدهنية على الملكان. مثلا البشرة الدهنية حبايبي رح بتكون شاملة الوجه بالكامل. هذه البشرة لما نفيق الصبح رح بنلاقي الوجه هون، المساحة هاي بوجهنا كلها عبارة عن مادة زيتية، وخصوصا إذا مسكنا جبهتنا حتكون كتير كتير فيها مادة زيت. حبايبي يسعد أوقاتكم، نرجع نحكي عن البشرة الدهنية. بنقول إنه هي إلها الحقيقة سلبيات وإيجابيات. البشرة الدهنية بتخدم صحتها نوعا ما، تبعد التجاعيد أكثر من غيرها، أكثر من الجافة لأنه هي رطبة. لكن فيها سلبية إنه هي بتصير المسامات واسعة كتير، خصوصا عند الأنف بالمناطق هاي تحتاج لعناية دائما، تحتاج لتنظيف، تحتاج لمسكات نوعا ما فيها خلينا نقول ليمون أو حوامض أكثر من البشرة الجافة. أما بالنسبة للبشرة الجافة حبايبي فبتكون تقريبا البشرة الجافة بتكون كلها ما فيها أي نوع من الزيوت، وهذا الحكي مزعج للست لأنه بيسرع عملية التجاعيد، فهي بحاجة لترطيب وعناية ضعف عن البشرة الدهنية. تحتاج دائما أنها ترطب داير العيون، المنطقة اللي داير العيون ترطب، المنطقة اللي هون ترطبها، دائما تحط لها مغذيات ومطريات. تحتاج دائما تبعد عنها مثلا أشعة الشمس، تبعد عنها الحرارة الفائقة، تبعد عنها الحركات التعبيرية اللي بنعملها بوجونا، تحاول تنتبه لها ما تخففها، تخلي على طول المكان البشرة هون رطب طري. بتعتني مثلا تستخدم خلينا نقول مغذيات، تستخدم الملك بقيمة المكياج، أو خلينا نقول حليب جوز الهند، هذا كمان بيطري وبيساعد. أما بالنسبة للبشرة المختلطة، وهي هي أصعبهم، البشرة المختلطة لأنه الست بدها تحط العناية ضعفين. البشرة المختلطة عزيزاتي بتكون من هون هيك، هذه بتكون هيك جافة ومختلطة، يعني الوجه كله جاف وهون هذه المناطق بيكون فيها دهنيات. يعني هلأ هي بدأت الست تنظف الدهنيات وتغذي المنطقة الناشفة بشكل إنها تضمن يصير توازن ببشرتها وما تتعرض البشرة للتجاعيد بسرعة أو إنه للجفاف، لأنه كل هذا بينعكس على شباب بشرتنا ورونق وجوهنا. أما حبيباتي بالنسبة للبشرة اللي بتكون سادة وعادية وما فيها شيء، هذه سبحان الله بتكون أهون شيء، لأنه العناية فيها بتكون عبارة عن مغذي وغسول وتضل الأمور يعني ممتازة ومريحة. فالست ما بتلاحظ إنه في منطقة مجمعة عندها زيوت وفي منطقة لا، بتكون يعني العناية فيها عبارة عن مسجات ناعمة، حطتها أشالت مكياجها بي خلينا نقول حليب جوز الهند، هو مغذي كتير. بتصير تختار أي ماسك بيعجبها، ما عندها مشكلة. أما مثلا الست بشرتها جافة وبتجي تحط ماسك فيه ليمون أو فيه شيء حامضي، هذا رح بيزيد الجفاف عليها. هي محتاجة لأنها ترطب، تلجأ لماسكات اللي فيها زيوت أو فيها الحليب أو فيها جوز الهند، هذا كله بيخلي بشرتها رطبة مرنة، مش دايما بتظهر الخطوط التعبيرية بسرعة عليها.
بتمنى انه هذا الشرح يكون مفيد ونقدر نحن وياكم نحكي لقدام عن كل ماسك لشو وفوائد كل ماسك لنستفيد كلنا وكل ست تعرف شو بيناسبها وشو المفيد لبشرتها. بتمنى فيديوهاتي تنال اعجابكم وما تنسوني من المشاركه والشير واللايك لحتى تشجعوني اقدم لكم كل يوم شيء جديد وكل يوم فكره جديده. والله يسعد اوقاتكم جميع بكل خير.